السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وحيد. واش حبيبي؟ حبك شو يدور في راسي اخو؟ جاتني غنية تاع جلطي، حبيت انا نكبر معاك. مين معرف جا كيفاش جاتني ما فهمتش. خلقني رب العالمين اسلام. بيان سير. اسلام راك عامل لي في مبنيني عندنا لي بور بيبي. ايه؟ ان شاء الله يتربى عندي نوطاها لو بيبي. ان شاء الله. يكبر ويكبر معاها ان شاء الله. نقول لهم هذا لو دي احبائنا في القناة. انا ماذا بيا؟ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم مبنيني. دائما الجديد مع قناتكم مبنيني فيما يسمى الأثاث الذكي. اليوم جبنا لكم فيديو نعرض عليكم السرير للرضاع لو لي بور بيبي ملتي فونكسيون. رقم الهاتف تاعنا احبائنا 0662 29 56 58. من هذا فيه الفايبر الواتساب الماسنجر والايمو. احبائنا فضلا منكم ليس امان شاركونا بالقناه، نحن متواجدين بالقليعه ولايه ديباسا ونديروا خدمه النقل والتركيب 45 ولايه. مباشره في الجديد تاعنا اللي هو السرير للرضع ملتي فونكسيون يعني متعدد الخدمات. هذا السرير للرضع دوركم تعريف بسيط. الماده الاوليه راهو مخدوم اون بوا روج يعني بالخشب الاحمر، راهو مصبوغ بلاتانت اباز دو نون توكسيك يعني صبيغه اللي مصبوغ بها غير ضاره للاطفال. اون فوا يوصل عندك للدار ما تشوف فيه حتى لحاله ضر للبيبي تاعك، وفيه عده مميزات. اللون اللي مصبوغه به لي بور بيبي هو اللون الابيض اللي دوموندي بزاف من عند احبائنا في القناه. هذا السرير للرضع راهو متعدد الخدمات، فيه ثلاث قطع اساسيه. فيه لي بور بيبي افيك بالونسوار يعني هذا لي بور بيبي افيك بالونسوار، والمقاييس تاعو اما 05 على 70 سنتيم هذه القطعه الاولى. القطعه الثانيه اون كوموند فيها اون طابل الونجي، هذه لا كوموند افيك طابل الونجي فيها 3 لي تيروار لا بروفوندور تاعهم كيما لا بروفوندور تاع لو لي يعني حاجه تري زوتيل. والقطعه الثالثه احبائنا هي ان لي لي ديمونسيون تاعو لي اون بلاص، المقاييس تاعو اما 60 على 80 سنتيم. احبائنا في القناه باش تفهمونا طريبيا، هذا لو لي ملتي فونكسيون مركب من ثلاث قطع، تلقاو الصور تاعهم على الشاشه يعني السير لي رضع وحده افيك بالونسوار لا كوموند فيها طابلة رونجي اي لو لي اون بلاص اما 60 على 80 سنتيم. سي بور سولا سمينا احبائنا هذا لو لي بور رضع يكبر ويكبر لو بيبي معاه. ميزة اخرى احبائنا في هذا لو لي بور بيبي انه تقدر تستعملو ان بيرو، هذه الصورة تلقاوها اعلى شاشة. احبائنا في مبليني حنا دائما نخمو عليكم، دائما نجيبو لكم جديد. هذا البالونسوار احبائنا لكم تستعملو فيه، يقدر لو بيبي يكون هنا الماطلة تاعو يعني في الوسط تاع السرير، كيما تقدر تكون اسفل السرير تتحكموا فيها كيما تحبوا نتوما. وهذا لو بالونسوار لي راهو يبالونسي تقدر ديرولو ان ستوب فوالا لو ستوب تاعو يسيري باك تبلاصيوه هنا احبائنا، يولي لو بالونسوار تاعو فيكس ما يبالونسيش. احبائنا في القناه حنا دائما نخمو عليكم، شيتو عندنا لي شومبر كوشي صافي دي زاني، الان جبنا لكم حاجه راح بزاف تعجبكم تابعه من الاثاث الذكي تاع مبليني. هذا السرير ملتي فونكسيون لي رضع للسعر تاعو 4,500,000 بالنقل والتركيب، واصل عندكم حتى الدار. يقدر لي بيبي تاعكم يطلبوا عدد نقطة ان شاء الله يكبر ويكبر معاه. راهو ان بيبي استعملوا لي بور بيبي افيك اون كوموند دو 3 تيروار فيه طابلة لونجي، تستعملوا ان لي يقدر يكون عندك طفلين في المنزل او بنتين ان شاء الله، تقدر تستعمل في نفس الغرفة ان لي بور بيبي للرضع افيك لا كوموند لا طابلة لونجي معاه تسيباري، يولي عندك لو لي ان بلاص، وهذو كما تلقاو الصور تاعهم على الشاشة.
احبائنا ان شاء الله الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم، فضلا منكم واسالنا اشتركوا لنا في القناه. نعود ان شاء الله دائما مع اثاث ذكي، فيديو اخر، احتراماتنا، سلام.